قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأدلة على قدرة الله على الخلق والإعادة، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وفي اليوم الآخر يحيي الله الناس جميعا، الأولين والآخرين، يحييهم جميعا ليجزيهم على أعمالهم بالخير خيرا وبالشر شرا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكثيرا من الناس حتى لا يلتزم بأمر الله ينكر الجزاء، ولكن لا ينكره بشكل مباشر، يستبعد أن يحييه الله ويخلقه من جديد بعد ما يصير عظام. أئذا كنا رفاتا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا آخر. الرب سبحانه وتعالى في كثير من مواضع القرآن يثبت لهم بالمنطق العقلي العلمي أن الله قادر على إحيائهم كما خلقهم أول مرة. وهذا النص الذي بين أيدينا يبين لنا الله تبارك وتعالى بعض الأدلة على قدرته على إحياء الناس لحسابهم وجزائهم. فيقول سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. آية لهم أي دليل، حجة، دليل قاطع واضح على أن الله قادر على الإحياء من جديد لكل مخلوق. وآية لهم الأرض الميتة، الأرض الميتة الأرض الجذباء اليابسة التي لا نبات فيها، أحييناها بالمطر، أنزل الله عليها الماء من السماء. في قدرته سبحانه وتعالى ينبت فيها النباتات، من هذه النباتات التي أخرجها الله للإنسان، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أشار القرآن في سورة الحج إلى أن الماء سبب للإنبات، وهو مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى على الأحياء بعد الموت. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: فإذا أنزلنا عليها، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي أحياها بعد الموت يستطيع إحياء كل الأموات مثل هذا. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: الأرض الميتة أحييناها، أي لا نبات فيها، فأنزل الله تبارك وتعالى عليها المطر فوجدت فيها الحياة، وأخرجنا منها حبا مختلفا أنواعه، الشعير والحنطة والجدبان والحمص وكذا، كل أنواع الحبوب أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وتأكل أنعامهم أيضا. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، جعلنا في هذه الأرض بعد إنزال المطر والإنبات فيها جنات. البذرة من المشمش، حبة العجوة ضعها في التراب ينزل عليها الماء تخرج شجرة مثل ما كانت، تخرج المشمشة أيضا تخرج بذرتها تخرج شجرة أخرى مثلها. من الذي أحيا؟ الله تبارك وتعالى. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، شجر النخيل
شجر الأعناب، سائر الأشجار المثمرة لينتفعوا منها ومما عملته أيديهم، في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: ليأكلوا من ثمره ومما عملته، بدل وما عملته، يعني ما بيأكلوا الذي عملته، ومن الذي عملته أيديهم، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق. نحن نضع البذور في الأرض ونخدمها ونسقيها بالماء، ولكن من الذي خلق الماء؟ من الذي ينبت هذه البذرة ويفسد البذرة الأخرى فلا تنبت؟ الله، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا الإنسان هو سبب أيضا بخدمة هذه الزروع، بسقيها بالماء، بتوجيه الماء إليها، بوضع البذور في الأرض، بتصفيفها، بتنظيمها، بتقليمها، بفلاحتها، فله عمل في يده في هذه الأرض، هذا يساعد على وجود النبات الجيد والثمار الأفضل. لذلك قال تعالى: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون الله؟ كيف يشكرونه؟ الحمد لله يا رب، وبعدين نطيع عبد الله ونترك طاعة الله، نعبد المخلوق ونترك طاعة الخالق؟ لا، بالعمل الصالح نطيع الله فيما أمر، نعمل بما أمر الله، هذا شكر النعم. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، ما قال كلوا، الله شكرناه، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل بطاعة الله. ولذلك قال تعالى: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان أي تنزيها له، تنزيها لله عما لا يليق به، هذا الإله الخالق الذي خلق الأزواج كلها. انظروا إلى كلمة الأزواج: ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذه معجزة من المعجزات القرآنية، معجزة علمية، أثبت العلم ما أخبر به القرآن قبل 15 قرنا، أن كل شيء في الوجود زوجين، حتى النباتات، الإنسان ذكر وأنثى، والحيوانات ذكر وأنثى، وكذا، والبريتون والنترون في الذرة، بريتون والنترون وكهارب بينهما، الكهرباء سالب وموجب، المغناطيس سالب وموجب، كل شيء في الوجود ذكر وأنثى، النباتات ذكر وأنثى، منها في شجرتين أعضاء المذكرة والمؤنثة، ومنها في نفس الشجرة في سبرتين، ومنها في السبرة الواحدة. خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، الحيوانات اللي بتتكاثر منين تأكل؟ من النباتات، والنباتات من الأرض. الإنسان مما يأكل ويتغذى؟ مما تخرجه الأرض من الثمار والنباتات والحبوب وما أشبه ذلك، وهذه كلها خلقها الله من الأرض. خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، ومن أنفسهم ذكورا وإناثا، بالتزاوج أيضا سبب آخر ليكون النسل، ولكن تتمة الخلق بعد الولادة من مما يتغذون؟ من هذه الأرض، مما تنبت الأرض، ومن أنفسهم ذكورا وإناثا، ومن كل شيء في الأرض مزدوج، ومما لا يعلمون، في أمور لا يعلمونها، الروح التي لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كبر الولد في بطن أمه، ونلاحظه بهذا الأشعاع، ما أدري إيش الأشعاع، نجد الولد يكبر، ولكن إذا لم يضع أو يعطي الله فيه الروح فلا حياة فيه، يموت ببطن أمه، ينتل واضطر تسقط، أو يسوي عملية جراحية يخرجونه. ماذا نقص منه؟ أمر لا يعلمه إلا الله، قل الروح من أمر ربي. إذا خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وفي أمور لا يعلمونها هم، هي من أمر الله تبارك وتعالى، فما غاب عنهم في عالم الغيب كل ذلك انفرد الله بخلقه وإيجاده. فالذي فعل كل هذا وخلق كل هذا ألا يستطيع أن يعيده؟ بلى، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع، والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.